سعد المجرد اختي كي كنقولوا حنا المغاربه متبوع فهمتي، كانت سعد المجرد هو حمل مشعل الفنانه المغاربه. انا شخصيا كيعجبني يعني تهمه مور تهمه ونفس التهمه كان كاينه شي حاجه مور داكشي فهمتي، كنظن سعد المجرد غا يدير هادشي هذا، كنظن واقي هذا كاين شي جهات ما نعرف الشيء اللي كيبان لي انا ما كاين شي جهات مسؤوله ولا كي كنقولوا حنا المغاربه كاين الحساد ربما ربما وقيلا. الراي ديالك في القضيه ديال سعد المجرد؟ بالنسبه لسعد المجرد انا كنشوف البارحه سمعت الخبر وكنظن بان فهمتي تلفيق التهمه باش يطيحوا السمعه ديالو، لان جوج مرات مروا عطيتهم كنظن الاولى نقدروا التشكيك، مي الثانيه كان بغاو يلفقوا له التهمه سياسيه سينا مع سينا عارف المشاكل اللي وقعت مع الدول المجاوره. شكرا لك. بالنسبه للقضيه ديال سعد المجرد شنو كيبان لك فيها؟ ما اكدش ان سعد ممكن يدير هذا، يعني كيفاش في النظر ديالك قلتي هذه الكلمة ما يقدرش؟ الثقة منين ما عرفتش إحساسه صافي حيت مربي والديه زعما ناس ما في شكل ماشي يقدر يكون غير شي خطة دايرينها له صافي. القضية ديال سعد المجرد شنو كيبان لك فيها؟ ودي تشدي الحبس سمعنا النوبة الأولى النوبة الثانية العقوبة ديالي ديال الحبس. شنو الراي ديالك في القضيه ديال سعد المجرد؟ واش غادي نقول لك، هما فلوس كيلعبوا دور كبير، يقدر يكون داكشي اللي كان شحال هادي راه هو اللي كاين دابا، زعما يكون هذوك الاتهامات وكل شيء يكون صحيح. يقدر يكون 100%. سعد المجرد يعني هذه المره الثانيه ماشي المره الاولى، شي مؤامره الضوء هذه، يعني سعد المجرد حقق نجاح كبير و مغني زوين يعني الا تبعك بنادم راه ممكن بزاف د الحوايج، وبالنسبه لك كما قلتي المره الثانيه يعني راه شي حاجه تما، يعني ممكن المره الاولى نقولوا داز شوف فيها شي حاجه هو، وبالنسبه تعاودت المره الثانيه يعني شي حاجه تما.